بهدف تضافر الجهود ومساندة السلطة المحلية لحفظ الأمن والاستقرار بمحافظة تعز، أقام اليوم المجلس التضامني لقاء ضم عدد من وجهاء مشايخ لأربع مديريات. إلى التفاصيل. توحيد الصف وجمع الكلمة وحل النزاعات من أجل الحفاظ على الأمن وتحقيق السلم الاجتماعي في المحافظة هو أبرز أهداف هذا اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم بتعز وبدعوة من قبل المجلس التضامني لوجاهات تعز. لا مجال لأي كان أن يشكك بأنه أنشئ هذا المجلس بإعاز من حزب معين أو من سلطة أو من كذا، وإنما هي للأمانة مبادرة ذاتية نابعة من قبل مجموعة من المشايخ نظرا للأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد. لابد من تضافر كل جهود أبناء المحافظة لتعزيز دور السلطة المحلية. من منظور عام احنا الآن أمام أزمة غير عادية. ضم هذا اللقاء في هذه المرحلة الذي يهدف أيضا إلى توضيح دور المجلس التضامني لوجاهات تعز مشايخ ووجاهات أربع مديريات، هي شرع بالرونة وشرع بالسلام وأيضا مديرية التعزية وماوية. وسيتم فيما بعد الاجتماع ببقية وجاهات المديريات ضمن لقاءات أخرى في دعوة ودور مهم لمساندة السلطة المحلية بالمحافظة للحفاظ على أمن المحافظة وهويتها الثقافية. ستتعدد اللقاءات، الآن بدأنا بثلاث مديريات، بعد كده بتبدأ مديريات أخرى، ثلاث أربع مديريات وهكذا حتى تنتهي مديريات تعز كلها. ومن ثم أيضا سنبدأ مرحلة جديدة في إيجاد في إقامة مؤتمر واسع لكل مديرية تعز. الهدف الأساسي أشرت أنت إلى مسألة الأمن والاستقرار، هذا هو هدف، لا يمكن لأمن ولا استقرار أن يتم إلا بخلق علاقة تتنامى فيها علاقة الإنسان الانتمائية بالأرض وعلاقة الإنسان الانتمائية بالآخر. الجدير بالذكر بأن المجلس التضامني لوجاهات تعز تم تشكيله في أواخر شهر نوفمبر الماضي من قبل جميع مديريات تعز، وتم تزكية أعضائه الأربعين والتصويت عليهم بإجماع الحاضرين من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بعيدا عن الحزبية والمناطقية وفقط من أجل تعز.